السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا وطالباتنا في الصف الثاني المتوسط في مادة لغتي الخالدة. تتغير حالة الكلمة. عندنا مثالين هنا من الأسماء التي أخذناها في العام الماضي، وسنأخذ مراجعة سريعة لهذه. استعديت أولاً، صحيت بدري، أفطرت وجهزت أغراضي قبل ما تبدأ بساعة، واستعديت جهزت المادة الأولى اللي هي لغتي، وأنصح إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات أنهم يشدون حيلهم، لأن ما في أصلا فرق بين الحصص الافتراضية واللي نحضرها حنا. الهدف من الصنف اللغوي، وهنا في هذه طبعا الوحدة التي أخذنا من الأسماء قبل أن نبدأ.